بعد ما حصل على البلاغه الاسماء رانا جينا حبينا اولا نلاحظوا المؤسسه اللي هي معينين فيها كجمعيه اولياء التلاميذ اشراف المدير يعني هو اللي نصبها هو اللي عدتها. وثانيا اننا نتعرفوا بعضنا بعض كلجنه باسكو ما كناش لازمنا نكونوا حتى التنصيب ونتعرفوا بعضنا بعض. انا نقرا عليكم القانون اللي راح نقرا عليكم القائمه الاكمال هي هذه اللجنه راها مهيكله من 9 من الناس. هذه راها مهيكله ميمون احمد هو رئيس اللجنه هو رئيس الجمعيه اللي هو انا وسويسي محمد هنا نائب للرئيس دحمان محمد نائب للرئيس بسيسة المبروك امين عام حليس محمد نائب الامين العام المباركي عيسى امين المال النفطي محمد نائب امين المال ميمون المقدم عضو بن مسعود عبد العزيز عضو عثمان مصطفى عضو. هذه راهو هي الكلام من 10 من الناس. احنا اليوم رانا جينا غباه نحضروا للتنصيب فقط لاول مره كما قال السيد المدير ربما راه لاول مره كاينه جمعيه راها تاسست بطريقه وهذا باه الشكر ثاني يروح للسيد الامين الامين المال مبارك عيسى واللي تعب فيها راه مشكل لان عارفوا راني في 6 شهور هو راح روح ارواح وراكم الى دعنا حطوا ومليحه انه هو الوحيد كان واقف في هذا بتاع. اما العمل تاعنا راه يحدوا قانون اساسي رانا ما نخرجوش اللي محدد هنا القانون الاساسي رانا ما نخرجوش منها. وطبيعة الحال رانا احنا بالاعانه للمؤسسه هذه نعاونوا المدير من الجانب الاداري والله بتاع. وطبيعة الحال رانا وليداتنا وليدات صحابنا هما وليداتنا نحاولوا نكونوا على حسن ظنهم يعني نرشدوهم ولا نأيدوهم على هذه الكلمه تاعي اللي درتها. اما العمل تاعنا كلجان رانا ربما نعود نخدموا بمده كل مش عارف المده اللي رانا نحدوها كلجنه مع بعضنا بعض انا نعود نجتمعوا كل شهر ولا يوقع لنا تاع ونعود نحدوا دائما ندونوها بتاع ونبلغوا سيد المدير اللي يتبلغ بها المدير واللي تروح